السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا انتقالات اللاعبين دوريات ديال المغرب البطولة الوطنية، الى جانب انتقالات بعض اللاعبين الدوريين. بداية مع عبد الكريم بهدلي اللي كينتقل من نادي البركان لنادي الرجاء البيضاوي. الحارس مهدي الحرار حارس شباب المحمدية توى دوره رسميا انتقل نادي الرجاء الرياضي. ايضا محترف افريقي ينضم الرجاء الرياضي سيرج إيريك زيزي. انا لاعب تيبي مازيمبي فيليب كيزومبي كينتقل دوره لنادي الرجاء الرياضي عند صفقة المصاصية. الجيش حتى هو كيجيب لاعب من سيمبا التنزاني سميتو باكا وتمت الصفقة الرسمية. الوداد كيجيب لاعب من الكوديم نادي المكناسي سميتو جواد الخلوق، هذا الصفقة تمت رسميا. الصفقة يعني هي أول صفقة في الميركاتو المغربي هي ديال المحمدي اللي مشى لنهضة بركان. اللاعب أنس الباش كينتقل من الفتح الرباطي إلى الجيش الملكي وهذه الصفقة تمت. زكريا قنبي حتى هو كيمشي لتواركا رسميا. يوسف القشمي حتى هو كيمشي لاتحاد تواركا رسميا. اما انتقالات اللاعبين الدوليين، يوسف نصيري رسميا كيمشي لفينيرباخشا التركي كينضم لجوزي مورينيو. عبد الرزاق حمد الله رسميا الى نادي الشباب السعودي وهذه الصفقة تمت رسميا. رسميا سفيان مرابط كيرجع للنادي ديالو فيورنتينا في انتظار حل او لا في انتظار شي يرجع موشي السروات شي ولا مستبعد. تجديد العقد ديال ايوب الكعبي مع النادي ديالو اولمبياكوس اليوناني حتى لسنة 2026. لاعبة الجيش الملكي والمنتخب المغربي تنتقل رسميا نادي اشبيليا الاسباني للسيدات. نايف اكرد والنادي ديالو في مفاوضات مع اتلتيكو مدريد، هاد المفاوضات كلت يعني متقدمة يعني قريب يتوصلوا شي حل. انا السد القطري في مفاوضات باش يجيب وناحي هنا غادي يضيع المستقبل ديالو.